صوفيا صوفيا انا رايح عند فهيم العب دق طاولة. تعال شوي عيد تك صغيرة. ايش تعال نسوان. شو بك يا صوفيا؟ ولو عيد بتشدلي شوي بهالبوتين ما عم بيطلع من اجري. هاتي اجرك تشوف. عيد وينك عيد ناطرك على دق الطاولة يا زلمة. اي وجعتني. هيك عيد عم بيعيد. يا شيري كيف فوتي؟ شو أول مرة هيدي بس ما بعرف ليش هالمرة تزير هيك. رخي أنت رخي وأنا رح جرب شيله بفرد نتعة. أوكي يلا واحد اثنين ثلاثة. ها آي يا ويلي كيف مزير. الله يساعدك يا عيد. شيري بقول لك شي قصه. يقصوا يقصوا بلا مخ أنت. ولك إذا قصيته من وين بجيب لك غيره؟ خالصة بالمرة هيدي. طيب صوفيا أول واحد كيف شلتي؟ دغري طلع معذبني بس هيدا ما بعرف ليش. عيد عنده اثنين ولا مرة مخبرني هالشي. منك هين يا عيد. عيد برصاين. صوفيا قولك إذا حميناه شوي ما بيصير يطلع. كيف بدك تحميه؟ بولع تحته قداحة. هاي وحش ما بينتزع على القداحة. وجهك ما عنده اثنين. الله يشبعك. طب عيد بتعرف شو حبيبي خلص قص عمره ما يكون. أزبط شي ما في غير حل. هذا المقص رح قصه من هون. يلا هيك بلا بنج. اخ شو وحش. يلا واحد اثنين ثلاثة وها.